طيب لو اسمك حنان يا بنت عمي، يبقى ايه تحليل شخصيتك؟ يبقى ايه طاقتك؟ خد بالك من اسم حنان ده، هواتي بيجمع حروف ناريه ترابيه مائيه. خد بالك اسم حنان ده اسم غريب جدا، فحنان حب ود طموح طيبه عاطفيه احساس، لديها كبرياء كبير جدا، عفويه عصبيه احيانا، متقلبه المزاج احيانا، ذكيه جدا، لما تحب تحب من قلبها. خد بالك حنان يا ولاد فيها حرف النون مكرر مرتين، يعني لازم تمر بنكسة في حياتها أو نكستين في حياتها، ضروري جدا لازم تتعرض لمعاناة ومحن ومطبات ومشكلات كبيرة جدا في حياتها حنان، ولكن صبرها وطاقتها إن حرف النون اللي بيسبب لها النكسة دي هو نفس الحرف، حرف النون اللي بيجيها منه انتصار عظيم جدا. تلاقي حنان دياتي محضية، الناس كلها بتشوف فيها، ولكن حنان بما إن قلبها طيب وفيه ود وفيه خير وفيه حب لكل الناس، يأتيها نصر بعد النكسة، النون الأولانية بعد النكسة يأتيها نصر من الله في النهاية، نصر كبير جدا يغير حياتها. فده اسم حنان، وطاقة اسم حنان عنده طاقة قوية جدا. يا بخت اللي عنده حنان يا جماعة، اكتبوا لنا أساميكم في التعليقات وشيرونا فورا، الكلام ده ما هتلاقوش في أي مكان. وإيه وشكرا.